ايها الاخوه المؤمنون اكثر من عشرات المرات يذكر القران مرضا اجتماعيا او مرضا سلوكيا نفسيا ادى الى عزوف كثير من الناس عن الخضوع للحق وادى الى كفر الكثير مع أنهم يعرفون الحق فقد جحدوا به جحودا خارجيا مع أن نفوسهم تقر به إقرارا جازما لأنهم كانوا مريضي بمرض الكبر الكبر يا إخوة هو الذي أدى بإبليس أن يرفضه وان يابى ان يطيع امر الله سبحانه وتعالى والكبر يا اخوه هو الذي جعل قيادات قريش الذين يعرفون بني هاشم ويعرفون محمدا حق المعرفه ان يذعنوا ويخضعوا لدعوه الله سبحانه وتعالى والكبر يا اخوه هو الذي جعل اصحاب الملل الاخرى اصحاب الديانات الاخرى الذين يعلمون انه قد لعب بوحي الله الى انبيائهم وانهم يعلمون ان قياداتهم غيروا وبدلوا وحرفوا لكنه مرض الكبر اتلو على مسامعكم بعض الايات من سوره غافر حيث شرح الله لنا هذا الامر بطريقه مباشره يريد منا نحن ابناء القران ان لا نقع فيما وقع فيه السابقون هذا مرض قد يؤدي بصاحبه اعلى شيء الكفر وانت تنزل الى اشياء كثيره جدا قضيه العناد وقضيه التناجش والتخاصم والتحارب وما الى ذلك من نتائج هذا المرض اتلو على ما سمعكم بعض الايات الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر ان وعد الله حق فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار هذه وصيه الله عز وجل لموسى عليه السلام ولكل انبيائه ولنا ان نصبر وان نسبح وان نعلم اننا على الحق لان الطرف المقابل يعلم الحق لكن الكبر منعهم من الخضوع والانصياع تقول الايه ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم اي صدورهم الا كبر ما هم ببالغ وين الكبر موجود؟ في الصدور ماذا في الصدور هذا القلب هذه العضله التي نظن انها فقط مضخه دم لكن هذا الصدر اخواني يحوي الادراك بالتعاون مع العمليات العقليه التي تخضع لي الدماغ والروح هذه قوه الادراك هنا يكمن وتكمن قضيه الكبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، الاستعاذة بالله عز وجل من أن نجعل في صدورنا هذا المرض، الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا عن قريش أنهم يا محمد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ما هو الجحود ان تعرف الحق وتدير له راسك ووجهك وقلبك وعقلك هذا هو الجحود ولا شك انه صوره ظاهره من صور الكبر ايه اخرى في نفس السوره يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اذا ايضا دخول جهنم يا اخوه نتيجه للكبر والتعالي على الحق. طيب هذا بالنسبه للمجتمع الذي لم يدخل الاسلام، ما بال الكبر الان ضمن الامه المسلمه؟ ماذا ادى بنا الكبر كمسلمين؟ نحن الان نحصد كابناء لجيل سابق كابناء لاجيال سبقتنا ما كان في قلوب السابقين من هذا المرض التكبر على الاخرين التكبر على الخضوع للحقيقه هذا مرض اخواني اسبابه اولا نفسيه وثانيا تربويه مسلكيه لا بد ان تعلم ابناءك اليوم وتزرع في قلبك أنت اليوم حتى أبنائك يأخذوا منك هذا الأمر أنني لست أعلم أهل الأرض ولا أفضل أهل الأرض ولا أنا الذي فقط أعرف ولا أنا الذي فقط أصلح ولا أنا الذي فقط أفهم لا بد أن نتواضع الإسلام أيها الشباب يا أبنائي students الإسلام من أول يوم امرنا بالتواضع من تواضع لله رفعه الله الاسلام من اول يوم امرنا ان نعطي ولا ناخذ لانك ان اعطيت باخلاص اخذت دون ان تطلب تواضع نحترم الكبير تواضع نرحم الصغير تواضع نسمع للراي المخالف تواضع نقبل على الناس بابتسامه بشوشه تواضع عندما اضع يدي في يدك اصافحك عيني لابد ان تكون في عينك تواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم اخواني رمزا للتواضع لماذا لانه يريد أن يزرع في أمته المحبة والتسامح والرضا والقناعة يا إخواني التكبر في أمة الإسلام اليوم اليوم نراه الآن على الوضع السياسي هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا وهذا يكفر هذا وهذا يفسق هذا وهذا يخون هذا وهذا وهذا, وهذا. هذا ما 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 نحصده اليوم إخواني سيفيد فقط اعدائنا. كيف نعالج هذا المرض؟ بداية اخواني اي طبيب لابد ان يشخص المرض ابتداء، لذلك يجب ان تسال نفسك انت الان وتسال نفس تسالي نفسك انت الان هل انا عندي تكبر؟ هل انا مصاب بهذا المرض؟ انا شخصيا اقول نعم انا مصاب احيانا اتكبر دون قصد دون ادراك يخرج مني كلام اتصرف بمواقف فلما اعود واجلس مع نفسي اقول لم فعلت هذا لم قلت هذا الكلام يا رب اغفر لي لعلي اذيت ذلك الرجل او اذيت تلك السيده إخواني كلنا لابد أن يحاسب نفسه لكن إذا كان الظاهر مرضية مزمنة أنت بحاجة إلى علاج قطعي وجذري العلاج إخواني يقول أهل العلم أول علاج للتكبر أن تخضع لله سبحانه وتعالى بين يديه ساعة قل يا رب أنا بدي أجلس مع الله ساعة وأناجيه يا رب هذا قلبي الذي خلقته أنت ووضعته في صدري أنت هو بين يديك وبين أصبعيك يا رب أدر قلبي إلى حيث تحب يا إخواني المناجاة مع الله سبحانه وتعالى هذه قضية فقدناها اليوم مشغولون المسلمون بالتكنولوجيا الحديثة التلفزيون وبعد التلفزيون في التلفون وبعد التلفون في ال الانترنت بطل عندنا وقت لمناجاه الخالق سبحانه وتعالى صلاه الجماعه يا دوب الواحد بسرعه لانه ملحوق 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 صلاه الجمعه نطلع الدوام على طول فرغ لله سبحانه وتعالى من اسبوعك ساعه لانه هو الطبيب يا اخواني هو الطبيب سبحانه وتعالى وماذا قال؟ وقال ربكم الايه ادعوني استجب لازم تطرق باب الرحمن انت اطرقي باب الرحمن شايفه في قلبك تكبر على كنتك او شايفه في قلبك تكبر على حماتك تعالي اطرقي باب الرحمن يا رب انا تكبرت انا اسات التصرف مع حماتي انا شتمتها انا اسات الها أو أنا مع كنتي أو أنا مع ابن عمي أو أنا مع أخوي لأنه يا إخوان المشكلة تراكم الزمن على المشكلة الصغيرة يحولها إلى كبيرة هي بتكون صغيرة لكن ما, ما الذي يحدث يأتي الشيطان فينفخ في النفوس هو لازم يجي يعتذر أول ليش إنت تروح هو لازم يجي هو يجب أن يأتي ويتصل ويستسمح أنا ما بروح ما يقوله الشيطان لك يقوله له وتخيل انت الموقف اذا ما وجد ابو لهب بينكما وبدا ينفخ في ناركما فيصعد هذا اللهب هنا ويصعد ذلك اللهب هناك فتحدث المصائب وعلى فكره حتى على المستوى السياسي حتى على الحكام يحدث هذا اليوم بين الدول بيكونوا حبايب وما شاء الله فجأة ولا هم متقاتلين ومتزاعلين بشر في مصالح نعم وفي كمان القضية البشرية ليش أنا أنا أكبر منه بلدي أكبر من بلده ولازم يخضع لي ولازم التكبر يا إخواني والحسد الحسد يؤدي إلى التكبر أنت مش ناجح زي فلان لا تتكبر عليه ولا تحزده ولا تغبطه حقه ما هو غبط الحق ان تنكر على الناس حقوقهم وان تنكر على الناس ما فعلوه وما قدموه والقران الذي ندعي اننا نتبعه ماذا يقول يقول الله ولا تبخسوا الناس اشياءهم اقول لك واكثر من هيك مطلقتك طلقتها ماذا يقول القرآن عن عن هذه العلاقة؟ بيقول: "ولا تنسوا الفضل بينكم" احنا اليوم إذا صار طلاق بتصير أعدى من شارون، نحن عندنا هذا المرض، نعم عندنا النتائج موجودة، نلمسه بيننا طيب إذا الحل الخطوة الأولى الجأ للطبيب الله سبحانه وتعالى لانه يا اخواني اذا لم تطرق بابه ولم يتغير هذا من الداخل بامره هو لن يغيرك اي طبيب بشري بدك تخضع له سبحانه وتعالى عمر ابن الخطاب منعه من الاسلام بالبدايه حبه لقومه ولمكه قال ما اردت والله ما عارضت محمدا نكايه به او تكذيبا له والله انه عندي لثقه هذا الرجل كان صادق مع نفسه يا ريت اليوم في عنا قيادات صادقة مع أنفسها كعمر سترون ماذا سيحدث للأمة للإنسانية قال أنا ما عاديت لا لا شخص الرجل بيني وبينه كل محبة لكن واحد يفرق بلدي ويشطر القبائل والعشائر أنا ضده هذا كان موقفه موقف مبدئي لذلك هذا الرجل لما أسلم وقبل المبدأ الإسلامي انظروا ماذا حدث رجل صادق نحتاج الصدق مع, مع النفس نحتاج اليوم الصدق مع النفس وما تتكبر على نفسك أنت تضحكش على حالك إذا الخطوة الأولى الله الخطوة الثانية إخواني أنت بعد ما تطلب من ربنا وتخضع لله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه يا رب أنا متكبر أنا عندي هذا المرض أنا مستعلي انا نفسي عم عم بتقودني نحو شيء انا مش قابله الخطوه القادمه بدك تخضع لمدرسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرا للرسول كيف كان الرسول يعيش بدك تخلي نموذج لك يا اخي يا اختي هو نموذجك ولا تخلي اي انسان اخر النبي حبيبك النبي قول يا رب انا بدي اقرا كيف كان النبي كزوج؟ كيف كان النبي كأخ؟ كيف كان النبي كجار؟ كيف كان النبي كقائد؟ كيف كان النبي كتاجر؟ كيف كان يتعامل مع الناس؟ وخليه قدوتك قدوتك ألا ندعي حبه؟ ألا ندعي أننا نتبعه؟ طيب بدنا نختبر هذا الحب ونختبر هذا الاتباع ليس الاتباع بالمظاهر اخواني ولا اللباس، هذا ما امقته والله في امه الاسلام اننا ننظر الى المظاهر الخارجيه وتركنا القضايا المسلكيه الاهم والنبي الكريم قال لنا في الحديث المعروف المشهور المحفوظ عند معظم المسلمين ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اشكالكم ولكن ينظر الى قلوبكم التقوى هنا, التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا ثلاث مرات يعني باختصار ربنا بده سلوكك وليس مظهرك الخارجي السلوك السلوك ورجيني حالك انت لما تستغضب كيف ترد لذلك واحد سيدنا عمر في ظل في ظل خلافته مدرسه والله سيدنا عمر مدرسه يا اخواني مدرسه في كل ما يتعلق في الاداره السياسيه بسأل عن فلان فشاف شخص قال له بتعرف فلان أتعرف فلانا قال أعرفه إنه لخير الناس فسيدنا عمر له نظرة أنا التقارير اللي وصلتني ونظرتي للرجل مش خير الناس لكن حاب أشوف فقال له ما يلي قال له هل سافرت معه قال لا هل جاورته قال لا هل تعاملت معه بالدينار والدرهم قال لا فضحك سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وقال إذا لا تعرفه لعلك رأيته يرفع ويخفض رأسه في الصلاة يعني أنت لا يكون حكمت عليه أنه بس بيصلي لا 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 هذا لا يكفي صلاة لله أنا بدي الآن كشهادة مسلكية على أرض الواقع فأعطاه مفاتيح الحكم على الأشخاص السفر يكشف عن معادن البشر سفر بتلاقيه بعصب بسرعة أناني ولا عنده معطاء ويؤثر الآخرين لأنه السفر هذا أخذ كرسيك هذا أكل أكثر منك زمان السفر ما كان زي اليوم تطلع بالطيارة ولا أنت واصل زمان كانت قافلة وفي أحيانا يتشاركون على على الدابة الواحدة أجلكم الله وبتشاركوا بالطعام وعلى مين الجلي وعلى مين الطبيخ وعلى مين ما أنتم عارفين هاي التفاصيل فتظهر أخلاق الرجال أناني مش أناني بحب حاله بحبش حاله خدوم مش خدوم السفر يكشف وأصلا ما معنى سفره أسفر يظهر والأسفرة المباراة أظهرت المباراة هذا الإسفار الإسفار الفجر يسفر الفجر مش هيك إخواني إذا السفر يسفر عن أخلاق الناس والشافعي له أبيات شعر جميلة في موضوع السفر المقام ليس مقام قولها لكن قال سافر تجد عوضا عمن تفارق وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إلى آخر أبيات الشعر يسفر عن فقال له سفر اثنين قال له المجاورة جاورته جارك أنت أعلم فيه من, من الناس الآخرين جارك بتشوفه كيف بتعامل مع زوجته مع أولاده كيف تربيته لأولاده كيف علاقته مع الجار بيرمي الزبالة مثلا بصف سيارته على الدرايف تبع, تبع جاره كيف بتعامل هذا يسفر عن, عن أخلاق الناس الجيرة بيت الشعر العربي الجاهلية كان يقول وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها العرب ما كانوا يتبعون البصر لعورات الناس أخلاق العرب القديمين قبل ما يصير إسلام أغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي يا ترى ماذا نفعل اليوم إحنا إذا بدت لنا الجارة وإحنا بنصلي وبنصوم نقول أتباع محمد هاي قضايا مسلكية أبو سفيان أبو سفيان لما حيكت مع أبو جهل وكل قيادات قريش حيكت مؤامرة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان نائم في بيته وجاء علي بن أبي طالب وفداه الجنود برا والنبي نائم جوا فيما يظنون فقال احد الفرسان لنتصور الحائط ليش احنا نستنى برا نطلع فوق السور نقتحم البيت نقتله ونروح فماذا قال له ابو جهل وابو سفيان لا نتصور على نسائنا بيوتهم هذا ما ما بيقبل ما نطلع على على البيوت بيطلع ونقتله برا اما نفوت عليه على البيت لا معاني احنا قد نضحك الان يعني لا معاني لها تاصيل الجيره ثم في الثالثه قال تعاملت معاه بالدينار والدرهم شنبات بتسقط اخواني لما توصل للدينار والدرهم واحنا شفنا اليوم بنسمع الاخبار عن حكام دول حكام كيف الدينار والدرهم وكيف الارقام انا لا استطيع قراءتها كم صفر امام الواحد يعني يشترون بالدينار والدرهم، فسيدنا عمر فاهم، قال له تعاملت معاه بالدينار والدرهم امين ولا مش امين؟ يده نظيفه عفيف اليد العفه انواع اخواني، عفه اللسان وعفه الفرد وعفه اليد ياكل حرام ياكل حق الناس يرتشي يغش آه طبعا انتم يا شباب افهمونا افهموا الغش هذا حقك هذا مش حقك عفة اليد هذه مدرسة لسيدنا عمر كيف تتعامل مع الناس وكيف تحكم على الأشخاص طبعا هو قائد دولة من حقه أنا ما بروح بسأل عن الناس ما لي علاقة أنا كفرد إذا الدولة قائد الدولة جهاز في الدولة يريد أن يستفسر لمصلحة سياسية له الحق في ذلك سيدنا يعقوب لما أراد أن يبحث عن يوسف في مصر ماذا قال لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، روحوا تحسسوا اخبار البلد هناك وشوفوا وين يوسف، انا عندي يقين انه يوسف هناك مع اخوه، اذا هذه قضايا اخواني جميله جدا. اذا نرجع للنقطة الثانية، كيف اعالج الكبر اللي في نفسي يا اخواني؟ اتشبث بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقتدي به قدر ما استطيع. النقطة الثالثة يا إخواني في علاج الكبر تختار واحد بتحبه وبتعرفه ما بينافقك صادق معك تقول له يا أخي بدون مجاملات شو عيوبي شو عيوبي هو الصديق ليس من يصدقك ولكن الصديق من يصدقك وإحنا لازم إذا استفتينا نفتي بهذا شو عيوبي شو اللي بتشوفه علي هذا مرق... أخوك مرآتك أختك مرآتك لما أنا أشوف حالي في نظر أخوي طيب هو حيحكي لي حيقول لي والله فيك ما شاء الله صفات طيبة وجميلة ابدأ دائما بالإيجابيات <applause> ثم أقول والله يعني عصبي أنت عصبي فأنت بتعرف أنه أنا أبدأ أعالج هاي النقطة فيه أنت عصبي انت سريع الحكم على الناس انت مثلا سهل عندك الكذب بشوفك بتكذب انت مثلا اشياء كثيرة ستجدها وان شاء الله لا نجد لكن هذا واقع فجميل جدا نستعين بمن نثق تعال اخي ارني اهدي الي عيوبي هدية وتكون تحفظ سرك وتحفظ سره ونحاول نعالج هاي القضايا في انفسنا اخواني هذا هو هذا هو الطريق لانه ماذا ماذا نعني عندما يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم طب اذا احنا اصلا مش مدركين انه في شيء لازم نغيره ما حنغيره فلازم ندرك لازم نصل لهذه الحقيقه وهذا مش عيب اخواني انت اذا سنك وجعك بتروح على الطبيب على طول معدتك وجعتك على الطبيب اقول لك في ناس تروح على الطبيب بدون حتى ما يوجع شيء كل ست شهور بيعمل تشيك اب مش بنعمل هيك ليش حريص على بدنك طب ما بالك لا تحرص على قلبك وعلى سلوكك وعلى أخلاقك وعلى دينك كحرصي على جسدي الفاني هذا هذا فاني كنا في المقبرة قبل يومين شفته ثمان شهور وأربعين سنة فنى أجساد تفنى لكن يبقى هو الشخص موجود فانا بدي أه... لا اهتم بالجسد الفاني واترك الروح الباقيه لا انا بدي اهتم ب... في نفسي انا اللي حظل موجود بعد الموت اخواني هذا الجسد اللي بنحطه في القبر تماما زي البدله هاي انت لما تشلحها وتحطها في الغساله هذا بيشلح عند الموت يذهب لكن تبقى انت انت باقي هو ذاهب الجسد هذا لذلك احنا لا ننادي الجثه باسمها ما قلنا في في الجنازه وين ابو ابو سمير ولا ابو خليل ولا ابو صالح ولا ما قلنا بنقول وين الجثه وين الجنازه طب وين فلان فلان احنا عارفين كلياتنا انه خلاص انتهى روحه صعدت فانا بدي ابقي على الباقي ولا ابقي على الفاني هذا هو الذكاء لذلك يوم القيامه اخواني ايه صريحه صريخه في القرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حيتمنوا لو كانوا زيكم لأنه حيشوفوا ماذا أعد الله لمن ت... تواضع لله وقبل الحق طيب النقطة الرابعة نعيدهم الأولى اللجوء إلى الله نطلب منه العون. الثانية الاقتداء بالنبي محمد قدر الامكان. واهم شيء اخوان الاقتداء العملي، انسى انسى الشغلات الخارجية، العمل اخلاقك، سلوكك، تصرفاتك. الخطوة الثالثة أن يهدى إليك عيوبك من أصدقاء مقربين وإخوة مقربين وأخوات مقربات، ما تستحي. قول تعال أنا بدي عونك، تعال ساعدني، شو أنا عيوبي؟ شو شايف علي؟ نفس الشيء، نتبادل هاي القضايا بكل محبة، نهدي بعضنا البعض. النقطة الرابعة يا اخواني لعلاج التكبر بدك تخضع نفسك. يعني بدي اجيبها بطريقة ثانية، ذل نفسك كلما تكبرت. ما هي نفسنا هاي بتشوف حالها، أنا. يا سلام لما تجينا نزعة أنا. وأنا. هاي لما تجيك نزعة أنا بدك تذلها، أضرب قصة وأختم فيها إن شاء الله عمر ابن عبد العزيز الخليفة هو اللي بيخطب الجمعة لأنه هو إمام المسلمين فالرجل طلع على المنبر طلع هيك على الناس ما حكاش ولا كلمة ما قدرش يحكي ولا كلمة رد نزل ثم صعد خطب وصلى فجاءه الناس بيقولوا له هذا لم نعهده يعني تطلع مرتين على المنبر ما الذي حدث؟ قال يا اخواني والله الذي لا اله الا هو لما صعدت المنبر للمره الاولى رايت في نفسي عجبا عليكم انا الخليفه شاف نفسه متكبر على الناس ما قبل ان يكمل الصلاه نزل غير النية استغفر الله وخرج خادم لكم شوفوا يعني يعني هاي معاني لما نقراها يا اخواني ما هو هذا عمر ابن عبد العزيز طب انا وين انا مش معقول انا ما عندي هاي القضايا فانا بدي كمان اهتم بحالي بدي اهتم في حالي اخواني واذل هاي النفس لما اشوفها تكبرت ناخذ نماذج كيف ممكن تلاقي انه التكبر اولا شوف حالك لما تسلم على اللي بتعرفهوش واللي بتسلم على بتعرفه كيف انت ردة فعلك للي ما بتعرفوش وين عينيك بيكونوا هل احترامك لهم بنفس الطريقه شوف لما تسلم على اشخاص مش من بلدك ولا مش من لونك شوف لما تسلم على اشخاص فقراء واشخاص اغنياء كيف ردة فعلك بتكون للفقير والغني شوف لما تتعامل مع موظفين عندك او شركاء لك في العمل كيف ردة فعلك ما هذا كله اعراض التكبر بدنا يا اخواني نخضع هذه النفس لانه والله يبدو لي انا شخصيا اخواني النصر معلق معلق هو قادم في الطريق التغيير قادم في الطريق لكنه معلق على اخلاق هؤلاء الرجال ربنا عز وجل لا يخلف وعده التغيير القادم سريع ومفاجئ فبدنا ندرك نحن انفسنا حتى لا تفوتنا سفينه النجاه ان شاء الله تعالى وزي ما قلنا امبارح على الجنازه اخواني ميتة الفجأة ميتة الفجأة تعوذ بالله من ميتة الفجأة اللي ربنا بيبتليه بمرض قبل ما يموت هذه رحمة والله رحمة هدية من الله له لكن ميتة الفجأة اللي مش مستعد ومش جاهز ومش مرتب أموره ويمكن يكون في حقوق مش مأديها هذه هذه كارثة إخواني كارثة والقضية الأخيرة إخواني صلاتك صلاتك لا تضيع الصلاة لا تضيع الصلاة آخر وصية لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يوم وفاته الصلاة 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 وهيني بقولها لشباب اليوم الأطفال ديروا بالكم على صلاتكم 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 هذه هي المنجية إن شاء الله تعالى والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهذب إن شاء الله تعالى أسأل الله لي ولكم ألا نكون من المتكبرين وأن يذهب ما في قلوبنا من كبر وأن يحسن إلينا هدايتنا إلى ما يحبه آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم